نرجع تاني لزميلنا عمرو مختار ونشوف اجواء ما قبل المباراه للفريق بيراميدز. عمرو اتفضل. مرحبا بك كابتن سيف، مرحبا بضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام هنا من استاد القاهرة الدولي وقمة الأسبوع 28 الزمالك وبيراميدز. خليني أقول لك كابتن سيف، هو ما أهم ما في هذا اللقاء اللي احنا شفناه هي لقطة تحية جمهور نادي الزمالك للاعبي نادي بيراميدز وكابتن فريق نادي بيراميدز هو الكابتن عبد الله سعيد. خليني أقول لك الفريق وصل في حوالي الساعة 7:10، حرص الجهاز الفني بالكامل إلى نزول إلى أرضية ملعب اللقاء اللي أبدى إعجاب مستر تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز. خلينا اقول لك بيراميدز امس اتمرن في حوالي الساعه 8 بعد التمرين مباشره، دخل الفريق في معسكر مغلق. التدريب كان عنوانه 3: الاصرار، الجديه، الحماس. ده عنوان التدريب امس. خلينا اقول لك اصطحب 22 لاعب الى معسكر. يمكن عوده النهارده 3 من نجوم الفريق هو وليد الكارتي وفخر الدين بن يوسف وايضا ابراهيم عادل اللي موجود على مقاعد البدلاء. ابراهيم عادل 40 يوم لم يشارك في التدريبات، يعني اول مشاركه ليه كانت الماتش اللي قبل اللي امس، هو فضل ان هو يشارك في هذه المباراه ويخليه احتياطي للاستعانه به في الملعب. خليني اقول لك ايضا كان هناك اجتماعات وسدادات على قدم وساق اداره نادي بيراميدز، رصد مكافآت خاصه لهذه المباراه، عايزين الطموح يعلى معاهم، عايزين ان فريقهم يفوز النهارده ويكون قريب جدا من بطوله الدوري العام على حد ظنهم هم. خليني اقول لك ايضا اللعيبه النهارده الساعه 3 اجتمعت عبد الله سعيد اجتمع باللاعبين هو واحمد الشناوي واكرامي ورمضان صبحي وعمر جابر، طلبوا اللعيبه بضروره الفوز والهدوء في الملعب والمباراه دي هتفرق معاهم بشكل كبير جدا. خليني اقول لك كابتن سيف النهارده الاكثر ما هو رائع في المباراه هي قمة الروح الرياضية بين اللعيبة وقمة الروح الرياضية بين الجهاز الفني هنا والجهاز الفني هنا، وأيضا الجمهور اللي حيا جميع لاعبي بيراميدز، لم يخرج الجمهور عن النص تماما. خليني أقول لك إن حضور الإدارة التنفيذية بالكامل لنادي بيراميدز في المقصورة الرأسية. كابتن سيف يمكن ده كل ما لدينا هنا من ملعب المرار، عودة ليك، تفضل. شكرا جزيلا لزميلنا المتألق عمرو مختار، دي كانت أجواء ما قبل المباراة لفريق بيراميدز.